بيحاول يضلل مفيش فايده فيه. فهي اكيد انا مش اقصد ده، فاهم الفكره؟ طيب نص ساعه ان شاء الله بعدين ارجوكم ترجعوا في الصلاه. تفضل. لسه الناس ماشي، احنا هنبدا كده كده، احنا معانا وقتنا فهنبدا ان شاء الله. الناس الاخيره دي تبقى مشكلتهم زي ما بنقول. طيب خلينا بقى نبدا مع بعضينا بالحاجه العظيمه اللي قدامنا ديت. ارجوكم نركز، فاللي قاعد يركز واللي داخل ياخد باله هو داخل ما هو مش بقى ايه مهدوء بس عشان الناس اللي عارفه. طيب الجلسه الاوليه دي كنا بنعمل فيها ايه عشان نرجع لنفس الحاله الذهنيه؟ اول حاجه اتكلمنا فيها عن ايه؟ الذكر الاحتياجات صح؟ والرغبه والتوقعات تمام؟ وقلنا ان كلهم طبعا مهمين، ولكن ممكن في حاجه تبقى اهم من الثانيه في حاله لو انا بقيس ايه؟ الحاله العامه او الاكسبيرينس او الخبره اللي انا خدتها من الموقف دوت او من الحاله دي. طيب بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ عن الاختيارات والقرارات، مظبوط؟ قلنا ان كلنا مش مسؤولين عن قراراتنا ولكن مسؤولين عن اختياراتنا، وقلنا الفرق بين الاثنين دول عاملين ازاي؟ لان احنا قلنا ممكن حد من بره زي ما شفنا في الفيديو بتاع داني ارلي ممكن يخلينا نقرر حاجه ممكن تكون انت مش عايزها، ولكن ستيل عندك الاختيار ان انت تعمل ده ولا لا، تمام؟ هي بعد كده قلنا ايه؟ دينا امثله على الايه؟ للبالمست فاكرين؟ وقلنا ان الفاليو حاجه مهمه او القيمه لازم تظهر للاخر قيمة كل حاجة بتعملها عشان لما ياخد ده كله يحس بقيمته، تمام؟ زي ما قلنا المثال بتاع البروفيسور، وبعديها اتكلمنا عن المثال بتاع الدكتور، تمام؟ وقلنا ان البروفيسور اللي هو ساندرز بتاع جامعة هارفرد قال ايه؟ قال لك ان كل ما العدد يزيد كل ما الريسك يزيد، فده ممكن يخليني الجا للحل الاضمن الاسهل الاسرع. مظبوط؟ تمام؟ وقلنا لما يكون الشخص ما عندوش اي خيارات في موقف معين بيحاول يشوف القرار او الاختيار اللي فيه ايه؟ اللي اقل ضرر، اللي فيه منفعه افضل للاخرين او للنتيجه عامه اللي هحصل عليها. كويس. وصل كده لحضرتك اللي احنا قلنا ده كله، تمام؟ عشان دلوقتي نبتدي نخش على اللي احنا عملناه. احنا الاول محاضره دي كانت بنبني بيها حاجه عندكم عشان نقدر نشرح اللي جاي ده ان شاء الله. طيب. التفصيله اللي قدامنا دي في الصوره هي دي اكنها بالظبط اكن انا واقف قدامكم كده، وده الفص اليمين من المخ، تمام؟ فالجزء القدامي دوت هو الحته دي، والجزء اليمين دوت ملزوق فيه واحد تاني، تمام؟ اللي هو الايه؟ اللفت ريسبير او الفص الايه؟ الايسر. فده الجزء ده اليمين من المخ. فالجزء القدامي دوت اللي هو البريفرونتال كورتكس شايفينه اللي هو الازرق، وانسوا الاسم. انا عايز تركزوا على اللون اللي هو لونه ايه؟ ازرق. وهتعرفوا ليه بقول لكم كده. وعندنا الجزء الاحمر. الجزء الازرق والجزء الاحمر دول كل واحد منهم ليه مسؤوليه. وده ليه احنا بنعرفه؟ عشان نرد على الجزء الاولاني. طب واحنا ليه بنقرر بيزد على مشاعر او احاسيس؟ لسه عارف بناخد قرار بيزد على مشاعر، تمام؟ او حتى لا حاجه اثر علينا ايجابيا او سلبيا، وبالتالي تاخد قرار ممكن تندم عليه، صح ولا غلط؟ زي ما يحصل؟ وبعدين تيجي فجأة تقول ليه غيرت رأيي؟ ما تبقاش رأيك. لو مرة قررت بشكل ايه؟ عاطفي، وبعديها لما حللت اللي انت عملته دوت بعقلك اللي هو فيه الجزء اللي فيه اللوجيك او المنطق او التحليل، لقيت نفسك بتقول لنفسك ايه؟ انا ما كانش المفروض اعمل كده. ما كانش يستاهل مني رد الفعل ده، او الشخص ما يستاهلش مني دوت. تبتدي تعادل نفسك. طب ده بيحصل ليه والصراع ده بيحصل ليه؟ وليه ساعات بنكرر قرارات احنا ما نقدرش نتحكم فيها؟ لان الجزء الاحمر دوت بيبقى مسؤول دايما عن المشاعر والاحاسيس. والجزء الازرق دوت الفاتح دوت بيبقى مسؤول عن المنطق. بمعنى لما حضرتك تبقى قاعد في موقف وفي تقييم تحليل تلاقي الجزء ده بقى اكتيفيتد بقى شغال بقى نشط. يعني لو وصلناه حساسات يبتدي يرسم جراف، يرسم زي ويفز، تمام؟ موجات، تمام؟ اول ما تتحط في موقف او
تشوف حدث يكون فيه حاجه عاطفيه او احاسيس او مشاعر، يبتدي الليمبك سيستم او الجزء اللي هو ليه علاقه بالمشاعر الاحمر يبتدي يبقى اكتيفيت نشط، يبتدي يطلع موجات وده ما يشتغلش. طب ليه ما يشتغلش؟ لان هم اكتشفوا ان الاثنين ما يشتغلوش مع بعض. لو واحد اشتغل يطفي الثاني. يبقى لو الازرق اون تلاقي الاحمر ايه؟ اوف. اشتغل الازرق الاحمر يطفي، اشتغل الاحمر الازرق يطفي. واديكم امثله. فاكرين زمان خالص في المدرسه او ستيل لو انت حاليا دلوقتي في الجامعه بتلاقي ايه؟ تلاقيك عارف المنهج مليون في الميه، صح؟ فالمنهج دلوقتي في الازرق ولا في الاحمر؟ في الازرق، المعلومات في الازرق. تمام؟ طيب. جيت حضرتك دخلت الامتحان وانت اول ما جبت لك ورقه الاجابه والاسئله حصل لك، مش كل الناس بس بعض الناس ممكن يحصل لها ايه؟ قلق، توتر، صح؟ يخاف. ايه اللي بيحصل حاليا؟ مين هيشتغل؟ الاحمر يشتغل. الاحمر فيه معلومات؟ ما فيهوش. تلاقي نفسك فجاه ايه؟ نسيت كل حاجه. طب الله ايه اللي حصل؟ ده انا فاكر كل المنهج، ده انا مذاكره كويس جدا. وحتى تيجي تلوم نفسك، يعني دلوقتي ده الوقت المناسب اللي انا انسى فيه؟ انت ما نسيتش، بس الجزء الازرق الطفى اللي فيه كل المعلومات لان انت شغلت بشكل غير ارادي الاحمر. واصل الفرق؟ فتلاقي ساعتها المدرس او المدرسه او الدكتور او الدكتور جه قال لك ايه؟ ابدا باي حاجه عارفها. بشكل بسيط قال لك كده، صح؟ ابتدي اكتب اسمك. يبقى بشوف اي سؤال اسهل سؤال عندك ابدا بيه. هو هنا يحاول يقول لك رجع شغل ايه؟ الازرق، صح؟ مجرد ما تحاول تشغل الازرق مجرد ما يشتغل هتلاقي الاجابه ايه؟ تتكرر في الايه؟ في الاجابات، صح؟ عمال تجاوب 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 فجاه تلاقي الاجابات كلها جت في مخك. ليه؟ لان الازرق اشتغل. تمام؟ طيب انا ليه ربطهم بالوان؟ عشان انا عايز احضرك كل واحد منكم حاليا يبتدي يفكر باللونين دول. لما يتحط في موقف فيه ضغط ايه اللي هيشتغل؟ الاحمر اوتوماتيك هيشتغل، لان لو متوتر، خفان، متضايق، زعلان، ما تاخدش اي قرار. ليه؟ لان اي قرار هتاخده هيبقى ايه؟ هيبقى غلط. ليه؟ لانه عاطفي، ما فيهوش اي قياس. تمام؟ فبالتالي محتاج تهدى وتخلي الازرق يشتغل عشان تعمل ايه؟ اخد قرار مظبوط محسوب زي ما بيقولوا. تمام؟ الجابه دي او المسافه ما بين ده يشتغل وده يشتغل مش سهله. مش سهل ان انت تقف قبل ما تاخد القرار لان ده بيحصل في لحظه، صح؟ فجاه بس حاجه قدامك تلاقيك انت امبالسيفلي او بشكل ايه؟ عشوائي او بشكل مندفع عملت ايه؟ زعقت، عيطت، هزقت حد، صح؟ طب انا ازاي اقدر اقف وافصل؟ طب في علم النفس في مقوله كده هقولها بالانجليزي وبعدين هترجمها لكم بالعربي. بيقول لك between the stimulus and your response there is a gap. Within this gap you will find your total freedom to choose your own response. يعني ايه الكلام ده؟ يعني between ما بين الحدث او المؤثر الخارجي وردك ليه في فراغ، في مسافه. تمام؟ ما حددهاش وقت ولا بزمن ولا اي حاجه. في المسافه دي هتلاقي فيها حريتك الكامله في ان انت تختار ردك انت تجاه المؤثر الخارجي. كلام تحسه عجيب شويه، صح؟ طب بالبلد كده زي ما بنقول، يعني ايه؟ دي حد قدامي قال كلمه ما عجبتنيش. عندك جابه ما بين انك تفلتر اللي هتقوله وتقول ايه؟ موجوده، الجابه دي ممكن تبقى اقل من ثانيه بس عندك. تمام؟ ممكن كقرار ما تبقاش كنترول بس كاختيار عندك الاختيار ان انت تزعق ولا تفكر وبعدين تزعق. الله لما هزعق في الاخر بس في فرق. لما زعقت تاني مره كانت محسوبه بشكل عقلاني لان انا اكتشفت بعد ما حللت ان ده هيجيب نتيجه. انا بدي مثال يعني فاهمين قصدي، صح؟ لكن اول مره هي طلعت من غير ايه؟ من غير ما تدرك. الفرق بينهم ان انت في الثانيه مش هترجع تعاتب نفسك. لان اللي انا قلته ده انا قايسه. انا حاسبه. تمام؟ فمن هنا بقى ان شاء الله لحد اخر اليوم عايزين نعمل ايه؟ عايزين نكنترول الجاب دي. وده ان شاء الله بمساعدتكم هنوصل لها. ان الجاب دي تبقى انت شايفها. يبقى عندك الحته دي. تمام؟ في حته كده فرويد سماها قال لك حاجه اسمها ما
تاخد اي قرار شوف مين فيهم اللي شغال. بس اتفقنا؟ لو احمر ما تعملش اي اكشن، ما تتصرفش، ما تقولش، طول ما الاحمر شغال اسكت. سهل اللي بقوله؟ لا، بس بعدين هيبقى ايه؟ هيبقى سهل جدا، لان هيبقى طبعا مين هنا بيسوق عربيه؟ كتير صح؟ هايل. لما عندك اول مره جيت سوق العربيه كانت بالنسبه لك سهله ولا صعبه؟ صعبه جدا، وتفاصيل كتير وحاجات كتير، ما انا هركز في دول ولا هركز في الشارع، صح؟ بعد كده بقى هتبقى مسوق تنايم اصلا، صح؟ وفي وصول سليم الحمد لله، مظبوط؟ فايه اللي حصل؟ لان هي وصلت عندك لايه؟ لمرحله انا بعملها من غير ما اخد بالي ان انا بعملها. فده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله. في الاول هتبقى صعبه شويه لحد ما تبقى جزء من برنامج عقلك، بعد كده بتعملها بشكل لا ارادي. هتيجي على طول بترد، والرد ده هتلاقيه متقاس. سهل الكلام؟ مفهوم؟ كويس؟ خلينا نخش في تفاصيل اكتر شويه. البيت اللي هنشغله ده دلوقتي هو بتاع الكلر تشينجنج كار تريك دوت. زي ما واضح في اسمه ان هو ايه؟ كار تريك، خدعه، سحر. انا بقول سحر. عايزكم تركزوا مع الفيديو ده يعني مش 100%، لا مليون في المية. فأي حد يعمل أي حاجة يسيبها، الفيديو مش كتير خالص. بنتكلم الفيديو كله 40 دقيقة مش 4 دقايق مثلا. هيورينا الخدعة دي، فتعالوا نشوف هو بيعملها ازاي، وبعد كده خلينا نتكلم في اللي هيحصل بعد كده. يلا. حاجة غريبة أوي صح؟ حاجة عجيبة جدا. حاجة بعض الناس ممكن تكون شايفة التغييرات هتقول ليه؟ بعض الناس مش شايفة التغييرات. بعض الناس فاجئت، بعض الناس ما فاجئتش. طب ليه؟ إيه الاختلاف ده؟ حاولوا تشوفوا الوصفات اللي حصلت. ده بداية توبيك عظيم جدا هنتكلم فيه، هو البرسبشن. فعايز تركزوا معايا، لان البرسبشن دوت من الحاجات العميقه جدا، وهتبني عليها كل حاجه لحد اخر اليوم ان شاء الله. هنقولها بشكل بسيط، سهل يفيد الناس ان شاء الله. كويس؟ دلوقتي الناس اللي ركزت معاه وهو بيعمل التريك ما شافتش التغييرات. لو انت ركزت معاه 100% مش هتشوف التغيرات، هتفاجئ ايه ده؟ ازاي ده حصل؟ ما شفتوش. تمام؟ والناس اللي لاحظت الاختلاف وقع منها شويه لقطات من الفيديو. تمام؟ ليه؟ لانك انت ركزت مع الاختلاف. مظبوط؟ الموضوع هنا مش مين شاف مين ما شافش، ملوش علاقه، انت شفته اوكي ما شفتش مش مشكله، الاثنين عايزين نوصل ان عقلك يقدر يركز مع حاجه واحده بس في وقتها. طب لو حاجه تانيه بتحصل مش هيشوفها. يعني ايه مش هشوفها؟ طب ما انا شايف الفيديو بيحصل قدامي. ايوه بس انت ما شفتش التغييرات. ايوه بس انا شايف الناس. ده السؤال. الفرق ما بين ريسيفنج وبرسيفنج يعني ايه؟ استقبال المعلومه وادراكي للمعلومه. فرق كبير جدا. هل ده معناه ان انا كل حاجه بستقبلها مش لازم ادركها؟ طب انا هدرك ايه اللي هركز عليه؟ عشان كده بقى ادراك. مظبوط؟ فلما انا شفت الفيديو انا استقبلت كل حاجه موجوده. يعني عيني شافت كل حاجه. بس ما دخلش في ادراكي كل حاجه. دخلت في ادراكي بس اللي انا ركزت عليه وعايز اشوفه. لحد ده واضح؟ تمام. ليه ده حصل؟ عايزكم كده تركزوا معايا لان انا هوصف لكم مراحل الادراك من اول ما تستقبل لحد ما ترياكت او يبقى في رد فعل منك. تمام؟ هعملها واحده واحده. فلو حد بيكتب نص يبقى عظيم، لان الستبس دي كتير قوي ومبني عليها حاجات كتير. احنا هنمسك واحده واحده في الصلاه ان شاء الله. كويس. دلوقتي لو مسكنا الفيديو اللي احنا بنتكلم عليه دوت وقلنا وانا ببص على الفيديو، فالفيديو ده بالنسبه لنا او انا بالنسبه لكم او الاعلان بالنسبه لكم او البياع بالنسبه لكم
اي حاجه ايه؟ خارجيه. اسمها العلمي في علم النفس حاجه اسمها ستيمولس. يعني ايه ستيمولس؟ يعني مؤثر خارجي. تمام؟ عايز تسميها بشكل انجليزي بسيط ممكن تقول عليه اكسترنال ايفنت. يعني ايه؟ يعني الحدث الخارجي. تمام؟ الحدث الخارجي ده بيحصل قدامك، واحد بيكلمك، فيلم بتتفرج عليه، تمام؟ واحد بيشرح، ايا كان. بيجيلك فبتستقبله، مش بتدركه، بحواسك الخمسه. صح؟ يا بتشوفه، يا بتشوفه تسمعه، تحسه، تدوقه، او تشوفه. مظبوط؟ كويس. بعد ما يحصل ده لحد هنا في اي ادراك؟ صفر، تمام؟ بيخشوا في فلتر مصفى. تخيلوا كده ان احنا عندنا في مخنا مصفى. في كده لما تجيب الشاي وتعمله شاي كشري تغليه، صح؟ وبعدين عندك كوبايه عايز تعمل ايه؟ تصفي الشاي، صح؟ فبتجيب الايه؟ المصفى والكوبايه ايه؟ فاضيه ومعاك كده براد الشاي، في الشاي والميه والتفل. مظبوط؟ هتروح جايب الايه؟ البراد تحطه فين؟ جوه المصفى عشان تصفي الشاي. لما الشاي دوت يتصفى ويتحط في الكوبايه، هل حضرتك اللي في الكوبايه ده هو اللي كان في البراد ولا جزء منه؟ جزء منه. في حاجه منه طارت؟ فين؟ في المصفى. بتلاقي شويه تفل ترميمه. مظبوط؟ اللي رميته ده نازل الكوبايه؟ حلو، الكوبايه دي ادراك. وهتدرك اللي نزل بعد المصفى. واللي كان في المصفى اترمى في الزباله، فحضرتك ما شفتوش. بس هو ده الاكسترنال ايفنت كله؟ خدنا جزء منه اللي ركزنا عليه. طب مين اللي اتحكم في اللي نزل في الكوبايه؟ مين؟ المصفى. افتكروا، ولا الشاي ولا البراد ولا ايدي ولا الكوبايه. مين؟ المصفى. يعني بكل بساطه لو انا جبت المصفى دي كنت غيرها وجايب واحده اوسع شويه، النتيجه هتختلف في الكوبايه ولا لا؟ تختلف. لو اديه تختلف، يبقى بالتالي الكي فين؟ في المصفى. ماشي؟ حلو. يبقى انا دلوقتي عندي مؤثر خارجي، حاجه بشوفها بره اللي هي البراد، تمام؟ بعدين استقبلتها، دخلت في المصفى، طلعت لي في الكوبايه. فاللي هيطلع بعد المصفى دي بنسميه بيرسبشن، الادراك. حد ده كويس؟ هي الادراك ده بقى داخليا بيديك مينينج. يعني ايه؟ معنى. معنى بيزد على ايه؟ خبراتك، افعالك اللي اتعودت عليه، اللي انت شفته، تمام؟ حلو. لما يجي لك المعنى هيعمل فيك ايه داخليا؟ هيأثر عليك، صح؟ ايجابي او سلبي، حبه او لا، مقتنع بيه او لا. مظبوط؟ كويس. لو مؤثر خارجي استقبلناه بالحواس الخمسه، دخل جوه المصفى، طلعوا كونوا لي ادراك. الادراك اثر على حالتي الداخليه وبنسميها الانترنال ستيت او الحاله الداخليه. الحاله الداخليه دي هتروح مؤثره على ايه؟ على الاكسترنال ستيت او الفسيولوجي او الحاله الخارجيه. فانا لو متضايق هيبان عليا ان انا متضايق بره، صح ولا غلط؟ فرحان نفس الكلام، مقتنع نفس الكلام، مش مقتنع نفس الكلام. مؤثر خارجي استقبال، انا بعيد عشان الناس تقول مؤثر خارجي استقبال بالحواس الخمس، دخلوا جوه المصفى فلتر، فلتر المعلومه، كون لي ادراك، اداني معنى، اثر على الايه؟ الحاله الداخليه، اثر على الحاله الخارجيه، وبعدين حضرتك عملت ايه؟ بيهيفير يخرج منه. يعني ايه بيهيفير؟ سلوك. السلوك ده ممكن يبقى بكى، ممكن تزعل، ممكن تضحك، ممكن تشتري، ممكن ترفض تشتري، ممكن تكذب، ممكن تمسح. واصل الموضوع، تمام؟ تاني من البروسيس مرة أخيرة، حاجة خارجية، مؤثر خارجي يخش على الحواس الخمس تستقبلهم من غير أي إدراك، يخشوا على الفلتر، يتفلتر المعلومة، يتكون
اللي حضرتك ما ينفعش تيجي في يوم من الايام تقول لي اصله عصبني. مش هقول كده؟ انت اللي خليتني اعمل كده. صح؟ اصل الشركه خلتني، اصل انت ما فكرتنيش، اصل انت ضغطت عليا، اصل عليا ضغط في الشغل. كل اللي احنا قلناه دول فين؟ في البرلمان. سهل نقول صح؟ اما ايه اللي حصل بقى؟ عايزين ناخد المسؤوليه، وهقول لكم ليه الشخص بيرجع من اليوم الايه؟ الاخر. هنا زي ما احنا قلنا دلوقتي ان مش عايزين نقول كلمه هو وقرني، هو ضرب عليا، انت اللي خليتني اعمل كده، ولكن عايزين نقول جمله مكانها ثانيه يفتكروها كويس جدا. انت خليتني اختار اعمل كده. في فرق بينهم؟ طبعا. انت فعلا القرار مالكش كنترول، لكن الاختيار ليه كنترول. تمام؟ فبالتالي ما تجيش تقول هو خلاني اعمل كده. لا، انت خليتني اختار اعمل كده. وصل الفرق بينهم لحد دلوقتي ولا لا عشان نكمل؟ تمام. فاحنا عايزين ناخد مسؤوليه اي حاجه تخرج، لان هو اصلا الموضوع في فلترك. صح؟ في وظيفتك. ما تلومش على ده. طب انا ليه بلوم على الناس؟ لان في منطقتين كده في علم النفس، حاجه اسمها الكوز والافكت. ايه الكوز والافكت؟ السبب؟ وانا هنا واقع مكان الضحيه للافكت، انا متاثر باللي حصل. سؤال تيجي تسال واحد يقول مثلا افطار، ايه ده انت ايه اللي جابك متاخر؟ تروح جاي تقول له ايه مثلا؟ معلش كان في حادثه في الطريق وسكت. لما سكت حاليا انت حطيت نفسك في تم التاثير عليك انت الضحيه ولا السبب؟ انا وانا كنت بقى معلش اتاخرت كان في حادثه. مش السبب والله، ده هم مش كويسين. صح؟ فانا رميت نفسي ناحيه ايه؟ الافكت اللي هو اللي تم التاثير عليه اللي هو الضحيه. حلو. واحد تاني رد قال لي الحادثه اخرتني بس انا اتعلمت ان بعد كده هصحى بدري شويه عن معادي عشان لو حصل نفس الموقف تاني ما اتاخرش. فهنا حط نفسه فين؟ الجزء. انا خدت مسؤوليه ايه؟ مش الحادثه، انا خدت مسؤوليه عدم تكرار نفس التاخير. صح ولا غلط؟ الفرق بين الاثنين دول كبير جدا. ليه؟ خليني اسالك سؤال، الشخص اللي في الافكت ده بالنسبه لي هو عنده اي مشكله؟ هل هو مقصر؟ هل محتاج اغير من نفسي؟ لا، لان المشكله فين؟ فيهم. صح؟ لكن الشخص الثاني لما خد المسؤوليه قرر ان هو يعمل ايه؟ يتغير. فدي اول حاجه بنعملها لما يكون حد عنده مشكله وجاي يتكلم معاك. تصنفه. هل هو حاطط نفسه في الكوز؟ ولا حاطط نفسه في الافكت؟ ليه؟ لان لو هو حاطط نفسه في الافكت الضحيه مهما تقول قبل ما تغير فكره مش هيغير. ليه؟ كل دول حاجه لك ماما اصلا هم ايوه بس انت لو بتعمل ده ما حدش قال لي اكيد انا من ايه انا كويس هم اللي ماشيين صح؟ فهنا لازم اعمل ايه؟ انقله من هنا لهنا بسؤال واحد بس واحفظوه. جه قال لك مثلا نفترض انا اتاخرت بسبب الايه؟ الحادثه. تروح سال سؤال على طول. طب هايل جدا، انا عارف هو الحادثه فعلا المفروض تاخر الناس وتاخر الناس كل حاجه. طب ايه المفروض تعمله بقى في المستقبل عشان ما يحصلش تاني؟ شوف السؤال عامل ازاي؟ ايه اللي انت المفروض تعمله عشان ما يحصلكش تاني؟ لو عايز تبقى كده اليوم. او ايه اللي احنا المفروض نعمله في الشركه عشان ما تحصلش نفس المشكله تاني؟ فده هنا بنحطه فين؟ في الكوز. هيرد الاول سؤال ولا لا؟ هيهرب منها شويه. هيرجع قال لك ايه؟ والله المفروض نعمله مش من عندنا. المفروض هم اللي يفتكروا. المفروض ياخدوا بالهم. المفروض ياخدوا صح ولا غلط. هيهرب منك تاني. فانت خليك صبور ورجع تاني بالظبط. ما هو عشان كده احنا مش هنقدر نغير دول. طب ايه اللي المفروض نعمله بقى؟ عشان ما نتحطش في الموقف ده تاني. فبتحاول تزقه تاني على الكوز. مره تانيه في تالته في الحوار نفسه هيروح معاك. لما يروح للجوز هنا هو جاهز للتغيير. فاهمين؟ ها؟ حد واصل الموضوع؟ يبقى انا مسؤول عن كل حاجه بتطلع مني من هنا ورايح ان شاء الله لحد دلوقتي. مش عايزين حد من اللي معانا دلوقتي سامعنا يقول هم او الظروف او الناس، لا، انت عندك الاختيار في رد فعلك.
صح؟ أكيد حصل في أي حد من الناس اللي قاعدة هنا حوالينا إن مرة حصل موقف الاثنين مع بعض مثلا، والاثنين دول كل واحد منهم قرر فعل مختلف عن الثاني. والثاني يقول له أنا ما أعرفش إزاي أنت ملكت أعصابك، أنا قدرت بصراحة أنت رهيب. فالتاني يقول له لا، ما هو بكل بساطة بس بصيت من وجهة نظره ولقيت إن مش مستاهل إن أنا أتعصب. الله طبعا نفس الإيه؟ نفس البرنامج. صح؟ ولكن الرياكشن اختلف. ليه؟ لأن ده حط نفسه في الكوز وعمل ده، لكن التاني قال لك أنا الإفكت ما وطرني. فده هتلاقيه مور كنترول عنده. عايزين الناس اللي قاعدة كلها تبقى خارجة من هنا أنا في الكوز صار. أي حاجة تحصل لك من البراد قول لنفسك أنا مسؤول عن ده. أنت مش مسؤول عن حادثة. ومش مسؤول إن أنت ما تعملش حادثة. أو تخلي الناس ما تعملش حادثة عشان حادثة تانية غلط. لكن مسؤول ان ده ما يحصلش تاني. واضح الفرق صح؟ فافتكروا ده كويس جدا. هي ده لما تتحط بقى في الجوز اللي احنا مسؤولين عن كل حاجه تطلع مننا. ده يخلينا نروح فين؟ كبرسبشن. ان لما اي حد قدامك عايز تعمل له حاجه فتلاقي كده في جمله بعض الناس اللي هي تقول لك ايه؟ ما يستاهلش. صح ولا لا؟ ما يستاهلش ان انا اعمله ده. طلب منك خبره ما يستاهلش. او تلاقي انت بتعمل خبره لناس كتير جدا وتلاقي الناس تقول لك انا مش مصدق انت ما تعرفش الناس دي بتقول ظهرك ايه، انت لو عرفت مش ممكن تخدمني. وتلاقي انت بتقول هخدمك. صح؟ لان انا مش بعمل عشان البراد، انا بعمل عشان مصفتي قالت لي اعمل. هيجي لك بقى حاجه عائد كده من بره كده من فوق. صح ولا لا؟ وحاجه هتبقى معنويه ماديه ما تفكرش فيها. لكن مجرد ما تربطها بحاجه موجوده يبقى انت ربطتها بالبراد. واضح اللي انا بقوله صح؟ انا بحاول ان انا ابسط الموضوع بابسط، يعني لو في ناس دارسه علم نفس هتبقى عارفه يعني ايه الشابتر بتاع الادراك ده قد ايه ممكن يكمل. فلو انت دارسه هتلاقي الدنيا انا ببسطها لك على الاخر. بس الهدف مش ان احنا خارجين ندرس الادراك، الهدف ان احنا خارجين فاهمين ان احنا ايه؟ مسؤولين. مش أي حاجة بتحصل مش بمزاجك، كله بيحصل بإيه؟ باختيارك. تمام؟ واضح؟ هي دي. طيب، خلينا نبص بقى إيه على التفصيلة الأكتر دي. حد سمع عن مصطلح الإيموشنال إنتليجنس أو الذكاء العاطفي؟ تمام؟ هي دي. لو عرفناه بكل بساطة زي ما مكتوب قدامنا كده، قال لك هو القدرة على إيه؟ إنك تبقى أوير وتإكسبرس وان انت تبانش وانس ايموشن. يعني ايه؟ ان انا ابقى مدرك مشاعري واحاسيسي وعواطفي واقدر امانجها ادرها واقدر اعبر عنها. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للفرد بنفسه. ان انا ابقى مدرك الحاله اللي جوايا ومدرك ان انا اطلعها ولا لا، ولما اجي اطلعها اطلعها ازاي؟ انا كلمة تفصيل بس انا بتكلم في ايه تعريف. المفروض احنا سيبنا ده بس؟ لا والغير كمان. زي ما مكتوب كده قدامكم ان الايموشنال انتليجنس اولسو مينز بين ايبل تو ريكوجنايز اند امباثايز وذ ذا ايموشنز اوف اذرز. بمعنى ان انا اقدر استوعب واتعاطف مع مشاعر واحاسيس مين؟ الاخرين. يبقى انا افهم احاسيسي ومشاعري، اعرف اذا كان محتاج اطلعها ولا لا، ولما اجي اقرر اطلعها اطلعها ازاي؟ زائد اللي قدامي ده حاسس بايه؟ وهل انا اقدر احط نفسي مكانه ولا لا؟ هل لو انا عرفت اعمل دول هتفيدني في حاجه في صح؟ هتبقى مفيده جدا. تخيل انت كده لو عرفت تحس بالاحساس جواك كده، اه انا حاسس بكذا. وده انا شايف بيزد على اللي حصل قدامي مش مستاهله ان انا اصدره ليهم لان هم ما لهمش ذنب. فانا مش هخرج المشاعر والاحاسيس دي. فانت هنا يبقى عندك الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي عالي. عارفين في دايما اختبارات اللي هو ايه؟ يقول لك الاي كيو. صح؟ فالاي كيو ده هو بيقيس حاجه اسمها الكوجنتيف ايه؟ انتليجنس، يعني ايه قدرتك العقليه دي في الحسابات ارقام لوجيك وات ايفر. تمام؟ هنا بقى هو بيقيس الايه؟ الحته العاطفيه. بس في الشركات العالميه جزء من التعيين ان هو لازم يكون عنده اي كيو مش اي كيو عالي. ليه؟ عشان يعرف يتعامل مع ايه؟ مع طباع بشر مختلفه. هيوصلني لايه؟
كده اشكل يعني منافق؟ لا، انت ليه شخصيتك. ولكن لو انت مرن هتعرف لما اجي اكلم حد هنا هفهمه، وهنا هطلع، وهنا هنزله، فبالتالي هقدر اتحكم في كل اللي حواليا. صح؟ وصل هذا اللي انا بقوله كتعريف؟ ايوه. طيب خلينا نسالكم سؤال عشان نقدر نستوعب الفرق بين الاثنين. ايه الفرق ما بين الفيلينجز، الاحاسيس، والايموشنز، المشاعر؟ حد يقول لي الموضوع غريب شويه. واحد اتفضل يا حضرتك، معلش مايك كده، في مايك كده واقف هي على الكاميرا. ايوه حضرتك بس واقفين عشان يشوف حضرتك بس. ايوه ايوه هاي الفرق بين الايموشنز والفيلينجز او الاحاسيس والمشاعر. اتفضل. الفيلينجز غالبا بتبقى حاجه داخليه، حاجه طايره بتحس بيها من جوه، شرط ان هي تظهر بره. انما الايموشنز هي تعبيراتي او الطريقه اللي بعبر بيها عن الفيلينجز اللي جوايا. ممكن يبقى جوايا فيلينج معين، الايموشن اللي عندي اختار ان هو يبقى مختلف عنه. عظيم كلام، يعني زي ما الكتاب بيقول، عارفين لما بيقول كده؟ يعني هي حتى بايديها وهي بتتكلم عن الفيلينجز عماله تعمل بايديها كده، هي حاجه داخليه، لما تيجي تتكلم عن الايموشنز عماله تعمل بايديها كده. هي ما خدتش بالها تعمل كده، هي حاجه خارجيه، يعني هي مش محتاجه تكون داخلي وخارجي، ولكن هو ده الصح لان هو ده طبيعتك. حلو. الفيلينجز دي حاجه داخليه، انت حاسس بحاجه. الايموشنز هي حاجه خارجيه بتعبر عن مشاعر. وزي ما هي قالت بالظبط، انا ممكن اكون حاسس بحاجه واعبر بحاجه مختلفه. ازاي؟ ممكن اكون انا من جوايا عندي احساس الحزن. صح؟ سادنس. تمام. اتفضل اديني سؤال. ان هو ما بيبقاش مدرك، هو يعني هو لما يتعب او لما يتعب بيلم نفسه. تمام. برافو عليك. ده تمام. انا بديك الاكستريم الثاني اللي هي بتقول ان في ناس اوريدي بتعمل ده وهي عارفه ان انا بعمل ده عشان اكسب الناس. اوكي ده واضح انه بيعمل كده عشان كده، هو عارف ان انا بعمل ده، بس المشكله ان في ناس بتعمل كده وبتفضلها للاسف. والمشكله ان مخك لما بياخد الاشارات دي بياخد كل حاجه، في حاجه اسمها بلاسيبو ونسيبو افكت. بلاسيبو ونسيبو عكس بعضهم صح؟ بلاسيبو اللي هو ايه؟ انتوا حبايه مثلا جنبي حاجه حلوه وتلاقيك خفيت. هو مش دواء ولا حاجه، بس حصل لك ايه؟ انت حلمت انك تخف، فاتحطيت في جو من دوت وصدقتني فخدته، فعلى صدق فد القدره لجسمك انك تخف. لان انت اوريدي كل واحد فينا جسمه عنده ديفولت، عارفين ضغط المصنع؟ بتاع الموبايل، كل واحد فينا عنده وضع جسمه السليم بتاع المصنع. هل بتاخد ادويتك بترجع بالظبط زي ما كنت قبل ما تعيش، صح ولا غلط؟ لان انا عندي ديفولت، عندي ضغط المصنع ده. تمام؟ فبالتالي هنا في الحاله دي انا بعيا ان انا مش عيان، بس انا اديت اوردر لمخي ان انا لازم اعيا عشان الناس تبقى حواليا. فبيحصل ايه؟ مخك بيصدق ده، وده بقى العكس اللي هو الحاجه السلبيه، الحاجه اللي بتصيبه الفكره فيعييك، فتحلل فتعيا، وتلاقي نفسك في التحليل نشفته انك عيان، لان كله فين؟ من ده. كويس؟ طيب ثلاث اسئله كده واقفين، معلش عصور بتروح معايا على الموضوع مهم شويه، بس صدقوني هتلاقي الموضوع ان شاء الله مهم جدا جدا في الاخر. كويس. هنا بقى هنبتدي سؤال رابع نلعب في اللي احنا فيه ده. هنغير. Disrupting thoughts that can change the way you view the situation to challenge your beliefs. حلو، اسال نفسك سؤال. ايه تاني كنت ممكن اعمله يوصلني لنتيجه مختلفه في الموقف ده؟ السؤال واضح؟ ايه تاني كان ممكن اعمله؟ خليني بقى عشان اوضح لكم اكتر، كان ممكن الشخص اللي في الفيديو اللي انا بتفرج عليه ده يعمله ويوصله لنتيجه ثانيه احسن افضل غير اللي هو وصلها في الموقف اللي في الضهر. انا عايز اتفضل دلوقتي ان انت مش انت واحد تاني بيتفرج على واحد كان ممكن يعمل كذا فعلا ويوصله لنتيجه كذا كذا في موقف زي ده. ماشي؟ اوكي. اخر حاجه بقى نفس السؤال ده اللي احنا قلناه، طب ايه
مين تاني ممكن يبقى عنده حاجه زي كويس ممكن تحصل بسبب الاكشن اللي انت خدته ده؟ ايه الكونسيكونسز؟ ايه الحاجات العواقب اللي ممكن تحصل لما ده ياخد الحاجه الثانيه دي للموقف ده؟ تمام يا اسئله؟ حلو يبقى بس انت خلي بالك هو السؤال ده مش هيبقى رقم ثلاثه، بس ثلاثه كان على ايه؟ عليك انت لما عملت. ايه العواقب؟ الثانيه هنا بقول لك ايه تاني ممكن تعمله وصلك نتيجه افضل؟ فبتكتب. طب لو انت عملت ده بقى ايه العواقب اللي هتحصل؟ لو افترضنا ان انت عملت ده في الموقف ده ايه العواقب اللي ممكن تحصل؟ تحصل للي حواليك، تحصل لحياتك، وهكذا. دكتور بعد اذنك، هو انا ده يتعامل وانس ان انا كنت بفكر بالاحمر، لكن لو بفكر بالاخضر من الاول مش هقدر، مش هعمل ده ولا اعمله برضه؟ حلو، سؤال مهم جدا. طب انا عرفت ان انا واخد قراري من الاول بالازرق، فليه انا بعمل ده؟ مين اللي قال انه كان ازرق؟ انا بمصفتي. طب انت يا رب البرسبشن لما ذكرناه قلنا في اول جمله بتركوا عليه فاكرين اللون الاسود؟ صح؟ فأنا شايف إنه كويس وهو كويس، لا. أنا ممكن أخدت قرار غلط. إيه اللي هيثبت لي بقى لما أطلع بره وأشوف نفسي وأقيم؟ يمكن ألاقي حد تاني. صح؟ فخد بالك بس من حتة الحكم الأكيد للمطلق اللي أنا عملته ده كان أسباب. خلينا نتأكد بالورق إن هو كان أسباب. لو طلع أسباب تمام. بس أرجوك وأنت بتعمل ده ما تبقاش منحاز لوجهة نظرك، إنك هتخليه أسباب. صح ولا غلط؟ فالناحية التانية دي بتساعدك إن أنت تطلع بره وبتشغل الفيديو وبتتفرج على نفسك. هل هو ده أنا؟ لا، أنا بتفرج على نفسك. طب أنا كان المفروض أعمل كذا. ولو هيساعدك إنك تتخيل إن ده شخص آخر أعمله. ها؟ تمام؟ كل ما لك؟ اتفضل. لان انا رجعت نفس الاستيك تاني او حاجه تاني، ايه ده انا ما اتغيرتش زي ما انا
وجدهوني تناسيتي تناسيتي او انشغلتي او غيرت البرسبشن في حاجه واحده فما شفتيش التغييرات اللي حصلت في الفيلم. فاهمين قصدي ايه؟ انا ركزت على شغلي، حاجه شغلتني، حاجه مش عارف ايه، ففقدت الاحساس ده. بس هل ده معناه انه شغل بقى؟ لكن احنا بنعمل الورقه دي احنا بنغير مسار الحدث. ابسطها. كمبيوتر. تمام؟ عندك كمبيوتر حضرتك الملف اسمه احمد. موجود الملف. كل ما حضرتك تحطه في حته كده مثلا في فولدر بعيد تجد انا انشغلت عن الفولدر ده وركزت على فولدرات ثانيه. فانا ناسي ده صح ولا غلط؟ بس لو رجعت دورت على احمد في السيرش هلاقيه صح ولا غلط؟ حلو. طب احنا هنعمل ايه بالورق ده؟ حالين هغير اسم الملف هسميه علي. لما تيجي حضرتك تسيرشي على احمد هتلاقيه. هل ده معناه انه اتمسح؟ لا هو موجود بس مساره اتغير. وصل لك الميتافور ده او المثال الرمز ده؟ فاللي حضرتك بتعمل ايه ده؟ الورقه دي هتغير اسم الملف. فلما تيجي تفتكريه هتفتكريه باللي انا استفدته. باللي انا اتعلمته. فاهم الفكره فين؟ واصلا في حاله كتابتي للاسئله اللي في الظهر انت عمال شغال اللون ايه؟ الازرق. فبيحصل ايه بقى؟ انفصال في الحاله من الحدث والايه؟ والمشاعر والاحاسيس. فبتبتدي تفتكر الحاله من غير مشاعر واحاسيس بتفتكرها بالايه؟ بالاكسبيرينس الخبره. تمام؟ عشان كده الورقه مهمه جدا جدا جدا. بعض الناس ممكن تحس ان هي تايهه على الورقه دي غريبه. ولكن كل ما تفتكر حدث زي ما عملنا مع بعض دلوقتي معناها كنت كده مسالين نبص عليهم. عايزك في حياتك كلها اعمله كتير. يعني خلال الاسبوع الاولاني بعد الاجابه ده ان شاء الله اعمله كتير قوي. عشان بعد كده هتلاقيك انت اوتوماتيك اللي بتعمله هتلاقيك دايما بتفكر بالاسئله. اتفضل. مش دايما في يعني المستفادة والحاجات الوحشة اللي حصلت في الموقف ده واللي أثرت عليا في الجامعة وعشرة في الموقف ده دايما فهمت إيه أو إن هو مثلا غير اسم المستفادة والمرور فهمت إيه اللي فيه عليا أو إن هو يرجع تاني يبقى الموقف ده لسه مش معايا أو إيه؟ عظيم. فا يعني إزاي بقى؟ تمام؟ يعني انا لو قعدت من اللي بتعملوه دوت اثبات
لو قعدت اعمل على نفس الايفنت اللي احنا عملناه ده كذا مره وستيل مربوط بمشاهد احاسيس، قول لنفسك انا عندي حاجه مكسب سنوي غير الموضوع. انا حابب ان انا ابقى زعلان من الموقف ده. ليه؟ لان ده باين ان انا اتظلمت. مثلا ده مثال، فاهم قصدي؟ باين الناس ان انا ما كنتش وحش، ده هم اللي كانوا وحشين. فده هيخليني لو انا شفت ان انا مشاعر واحاسيس احقق الفاليو بتاعتي. فهمتني؟ طيب هي كده عايزين حد بقى يدينا كده واحده من اللي عنده نشيرها كده مع الناس، بس مفيش اي مشكله ان احنا نشير. تمام؟ ممكن بس يعني ناخد بس ناخد بتاعت حضرتك وعايزين ناخد ماشي بتاعت حضرتك بس دي كده ايه؟ هديكم الشكل عامل ازاي؟ نفهم القرايه ازاي؟ ونقدر نتاكد الناس عامله صح ولا غلط؟ وبالتالي نقدر نفهم الايه؟ الموضوع كويس. مش اي مشكله يا جماعه الناس ان انا اشير مع الناس كلها صح؟ ماشي اوكي فاهمين؟ طيب خلينا كده بقى واحده واحده. في الصفحه الاولانيه كان ايه هو الحدث؟ كان وفاه والدي. ايه الاحساس اللي كان في البال؟ زعلت وياس واحبطت جدا. ايه الايموشنز اللي انا كنت عاملها؟ المشاعر الخارجيه كنت بتصرف عادي قدام الكل. طبيعي جدا جدا الاجابتين دول. وده يثبت لك الفرق بين الفيلينجز والايموشنز صح ولا غلط؟ يعني كان جوه في ايه وبره كان في حاجه ثانيه خالص عشان ناخد بالنا تمام؟ ايوه. بعد كده ايه اللي كنت بفكر فيه؟ ان التفكير اللي كان ماسك في دماغي ان الدنيا خلصت. ها؟ كويس. ايه التصرف اللي انا عملته؟ كنت بنعزل قدر الامكان عن الناس وبس راح كتير. ايوه. ايه اللي انا كنت بفكر فيه لما كان رد فعلي كده؟ حبي وتعلقي الزائد بوالدي. ايوه. هاو ديد افكت اذرز؟ ازاي اثر على الناس اللي حواليهم؟ ما اعرفش. ما ركزتش معاهم بس كانوا عادي او كنت صعبانه عليهم. وصل معايا صح ولا غلط؟ هل كنت انا باخد في الادوار وجهه نظر الاخر؟ لا. طب هل هيجي لي رد فعل زي ده تاني في المستقبل؟ لا وما اعتقدش انه هيتكرر تاني. كويس الوصفه للحدث؟ تفاصيل عظيمه، فريمز طالعه، الشخص واصف. انا عاجبني الطريقه دي جدا في الكتابه. ليه؟ لان ده حقيقي. مش واحد بيدور على اجابه نموذجيه او بيكتب بيشكل في الكلام. تمام. تعالى بقى نبص ورا. ايه هو الاكتيفيتنج ايفنت؟ ايه هو اللي ولد في كل حاجه؟ شوف الكلمه بقى عظيمه. قال لك ان انا حساسه بزياده. عجبني الموضوع ده جدا. انا هنا بدات ابص على ايه؟ الكوز ولا الافكت؟ الكوز ماشي؟ ان انا حساسه بزياده. ولو ما كنتش عاطفيه قوي تجاه والدي كنت هتصرف افضل. يبقى بالتالي مسكنا الايه؟ التريجر، الزرار اللي بيشغل ده كله. طبعا انا بقول يا جماعه انا مش بقول دوت عشان نعرف قصتها، انا بقول ده عشان الناس تتاكد ان اللي مكتوب ده هو ده المفروض يتكتب. فانت لو كانت حاجه بشكل مختلف يبقى انت عامل غلط. لكن لحد دلوقتي الاجابات مظبوطه للاسئله. تمام؟ كويس. ايه هي المعتقدات والافكار والايموشنز اللي مربوطه بالحدث؟ حزن، كتمان، اعتقاد ان الدنيا انتهت، كان ممكن ازعل بس اقدر قضاء ربنا وحبه. حلو جدا. ايه هي العواقب اللي بتحصل في ده؟ لو كنت زعلت شويه وخلاص كنت قدرت اتعايش بسهوله واتخطى المحنه واندمج في الحياه اكتر او اسرع. هاي نغير التفكير ده ازاي؟ كان ممكن اسافر مصيف واقعد اجازه كبيره فيه واغير جو، فده كان ممكن يخليني اتصرف بشكل مختلف. كويس. ايه بقى اللي كان هيحصل لو كنا عملنا ده؟ كان الناس هتقول عليا اني مش زعلان ينقذوني، يعني يقول لك ليه مسافر ولا همها؟ الحدث ده يا جماعه حقيقي ولا لا؟ حقيقي جدا صح؟ والفكر عظيم حلو. هنا وصل لك العائق اللي خلاها ما تعملش كده اللي هو ايه؟ الناس. فهمنا بقى التون دي عملت ايه دلوقتي؟ وصلت لي ان انا الناس عملت ايه؟ خلتني ما اعملش اللي افيد لايه؟
ان هم هيشوفوني ان انا ايه؟ ولا فرق معايا ولا هيجيبوني. صح؟ حلو. لما انا سمعت كلام الناس انا استفدت؟ حلو. هم استفادوا؟ ما استفادوش. مين خسر؟ انا. حلو. لو ما كنتش سمعت كلام الناس مين كسب؟ انا. هم خسروا؟ فهمنا النقطة فين يا جماعة؟ فهمنا إن دي بتخليك تشوف نفسك بشكل مختلف؟ فاهمين قصدي صح؟ أوضح حاجة صغيرة، مش معنى إن أنا كتبت كده عشان أردد لحضرتك، مش معنى كده إن هي كسبت والدها. إحنا عشان نشرب البروفايل ما بزعش، بس إحنا عايزين نعمل إيه؟ فاكرين أنا مش مسؤول عن الحادثة؟ بس مسؤول عن إيه؟ عدم تكرار تكفيري تاني. طب انا لو حصل لي موقف زي ده، لو انا الشخصيه هي ديت، هبتدي ابص لها بشكل مختلف. طب الورقه دي انت مهتم بيها في حاجه حاليا بتحصل؟ هي بس هتقلب الايه؟ الزمن للحاضر. انا الموقف الحالي اسمه ايه؟ كذا. ايه اللي المفروض يعمله؟ كذا. انا محتاج شويه الناس. طب خليني اسمع كده وكده مثلا مختلفه. ده مش معناه ان اثر عليا، بس خليني اسمع. لان ممكن حد يقول لي حاجه ازرق. لان انا جوه الحدث احمر. ماشي يا جماعه؟ خلينا نشوف ايه اللي انا ممكن افكر فيه وانا بفكر دلوقتي. ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ مين هيتاثر بالقرار ده؟ وباذن عليه اخد قرار. يبقى القرار اللي انا اخده دوت مبني على ازرق. وصل يا جماعه كده اقول ولا ايه الاخبار؟ تمام؟ حلو. المثال دوت وصل يعني بما فيه الكفايه. حلو. تعالى ناخد المثال التاني بسرعه كده. الحدث فكانت الجريت فاميلي ديس ارجيومنت، فبالتالي واضح ان هو كان في زي جدال، الارجيومنت يعني الجدال، او في حاجه مثلا زي صراع في حوارات ما بين وجهه نظر ووجهه نظر اخر، مظبوط تقوله؟ تمام. ايه الاحساس اللي كنت حاسه ساعتها؟ طبعا هيبقى عنده حته الانفاع وحته العصبيه والحزن والتنشنة، لان انا ما سمعش ايه كلامي او ما فيش حد ايه بيسمع وجهه نظري، تمام؟ او مصدق ايه الايموشنز؟ كنت ساكت بس غضبان قريب منها. حلو. ايه اللي كنت بفكر فيه؟ ازاي اقدر انهي المشاكل دي؟ وامتى اقدر اعمل ده؟ وايه الحل؟ وايه مصيري لما اوصل لتوافق مع العيله؟ ده هدفي. كويس. رد فعلي كان ايه؟ انعزال. صمت مايل للهرب. ده بعمل ايه؟ بهرب. كويس. كنت بفكر في ايه وانا برياكت كده؟ كنت شايف ان تدخلي ملوش لازمه واني سلبي من صغري. فبالتالي انا حكمت ان انا سلبي وحكمت ان انا بهرب وحلمت ان انا مدافع وغضبان، فده وصلني ان انا اعمل ايه؟ اسكت. تمام؟ ايه اللي حصل اللي حواليا؟ اكيد زعلوا لان انا ما اتدخلتش، بس انا على طول كده. كويس. هل انت بصيت وجهه نظر الاخرين؟ لا، انا عارف اني غلطت، بس مكان ما كنتش اقدر اعمل غير كده. هل هتعمل ده تاني؟ على ما نشوف ورا. ايه اللي اكتبت الايمان؟ قال لو طريقه التواصل كانت احسن كان ممكن اتدخل، او موضوع الخلاف كان مختلف. يبقى عندنا حاجتين، الهرب والوقت، الايه اللي بنتكلم فيه والطريقه اللي بنتكلم بيها. تمام؟ كويس. ايه الايموشنز او البليفز او الحاجات كلها اللي مربوطه بالايمان ده؟ حيره، غضب، حزن، استسلام، هروب، تعجب. ايه العواقب؟ زعل منهم لعدم تدخلي، وبزداد سلبية وجري للبيت. هاي هنفسر بقى السؤال اللي بعديه، ناخد ايه؟ الشخص الثالث ده. كان ممكن اتدخل وساعد في الحل والامور ما توصلش للدرجه السيئه دي. ايه اللي كان هيحصل لو عملت كده؟ نظرتهم ليا هتختلف ويبداوا يهتموا بيا اكتر وانا هزداد ايجابيا. هنا ايه الحاجه اللي هو عايز يوصل لها؟ حاجة لو حصلت الشخص هيتغير بالكامل بيزعل على كلامه اللي قاله.
هذه في الاخر هو لو كانوا ايه؟ هيعملوا دواء؟ ايه اللي هيحصل منهم؟ هيعملوا ايه؟ يهتموا بيه، لما يهتموا بيه هعمل ايه؟ هزداد ايه؟ ايجابيه. طب هم ما كانوش بيعملوا ايه؟ ما كانوش بيسمعوني، فبالتالي هي بالنسبه له عدم الاستماع معناه ايه؟ عدم الاهتمام. خلي بالك دول تو فريمز او تو مينينجز او معنيين مختلفين. عدم الاستماع معناها ان هم ما بيهتموش. فلو هم سمعوا هيهتموا، فمعناها ان هم مهتمين فانا هبقى ايجابي. واضح كده انا عايز اقوله معاك؟ كويس. طب هنا الموضوع ايه؟ الموضوع هنا بالنسبه له الخلط ما بين المعنيين. في كونسيبت حتى كده يتقال يقول لك ايه؟ ان احنا دايما بنفاليو اللي بنسمعه وبنديه فاليو اللي بنتجاهله، او بن ايه؟ ما بنقدرش اللي بنتجاهله. وانا بتجاهل اللي ما بقدروش. فيقول لك احنا وي فاليو وات وي ليسن تو، اند وي ليسن تو وات وي فاليو، وي دي فاليو وات وي اجنور، اند وي اجنور وات وي دي فاليو. صح؟ لو انت مهتم بالحاجه هتسمع لها. لو انا مش مهتم هتجاهلها. طب لو انا اتجاهلها يبقى مش مهم بالنسبه لي. صح؟ فلو هم ما سمعونيش هيبقى ايه؟ مش مهمين اللي انا بقول ده، فمعناها ان هم ايه؟ مش مهتمين بيا. بس لو سمعوا هيهتموا بيا. فهو وصله في الاخر ان يحصل ايه؟ لو قلت له مثلا طب ايه اللي انت المفروض تعمله حاليا كاكشن؟ ممكن من الورقه دي ان هو يقول لي ايه؟ اوكي انا قسمت الموضوع لحاجتين، الهاو ازاي هنتكلم والحاجه اللي هنتكلم فيها، صح ولا غلط؟ فالحاجه اللي هنتكلم فيها قال لك لازم تكون هي ايه؟ فاكرين قال ايه هو؟ فيها تواصل، فيها طريقة كلام إن هما يفهموني، فخليني أفهم هما بيفكروا إزاي وأتكلم بطريقتهم. طب الهار هنبتدي نحترم بعضينا. ما هو وارد برضه هما شايفينه كده؟ مش وارد دوت يا جماعة ولا غلط؟ صح؟ وارد إن أنت ما تسمعناش، أنت مش مهتم بينا. أنت لازم تسمعنا عشان تهتم بينا. طب لو حصل ده زي ما هو قال في الآخر، قال لك إيه؟ انا هسمع وهم يسمعوني عشان نهتم ونوصل حاجه ايجابيه. لما وصل للاخر نقرا تاني، بقول تاني عشان الناس ما تفهمنيش غلط. ده مش معناه ان هو هيروح دلوقتي يرجع يا جماعه نفهم بعضينا ولازم نهتم ببعض وياخد اكشن والدنيا تبقى كويسه جدا. لا، بس ده خلاه في الاخر يفكر بشكل ازرق. طب يمكن الطريقه، يمكن مفيش تواصل، يمكن مفيش نقطه في النص نوصلها. يمكن انا لو غيرت طريقه كلامي يحصل نتيجة أحسن وهكذا. الهدف من الاكسرسايز دوت يا جماعة مش معناه إن هو دلوقتي هيغير، ولكن هيغير قدام مليون جنيه إن شاء الله. ولكن هو بيوريك إن في منظور تاني ممكن تبص منه يوصلك لنتيجة تانية. ماشي يا جماعة؟ واصل كده؟ تمام؟ طيب المطلوب عمل إيه دلوقتي ده حاليا؟ مطلوب منك إنك تعمل معلش التالت بس، أنا مش هقدر عشان الوقت أنت عايز تديه بس، فأنا آسف يعني. لو في الآخر ممكن نرجع، ولكن أنت كده تقدر تحلل ده لنفسك. لما أجي أبص الهدف منه آخر سؤال في الصفحة الثانية. اللي هو قال لك إيه؟ الكونسيكونسز واللي قبليه اللي قال لك تعمل إيه مختلف، هم دول. بس أنت عمرك ما هتوصل لهم من غير ما تعمل اللي في الصفحة الأولى. عشان تحس بالفرق. تمام؟ واضح يا جماعة؟ في أي سؤال ده؟ اتفضل. لو قرار عقلاني ومدروس كويس، تمام؟ بس بيأثر سلبيا على المشاعر والاحاسيس. هل هو عقلاني فعلا؟ ولا هل هو ممكن العقل يطغى على العاطفه شويه؟ كويس. تمام. هرجع حضرتك لنفس السؤال بتاعك، تمام؟ ارجوكم من هنا ورايح هنزود كلمه بالنسبه لي. بالنسبه لي، بالنسبه لك، دي لازم تتحط في كل كلمه تقولها بلا فيها حكم. قرار كان عقلاني بالنسبه لي. ما تقولش القرار كان عقلاني، ايه الفرق؟ التعميم ده مشكله، ايوه بالظبط، هو دي حاجه بالنسبه لي انا عقلانيه، لكن مش شرط تكون عقلانيه بالنسبه لي. لما تيجي تقول حتى ابسط الحاجات، المنتج ده رخيص، قول بالنسبه لي. المنتج ده غالي بالنسبه لي، كويس بالنسبه لي، مش كويس بالنسبه لي، الفيلم ده حلو بالنسبه لي. تمام؟ او لما هو يجي يقول لك الفيلم ده حلو بالنسبه لي. الفيلم ده حلو بالنسبه لمين؟ صح؟ انا لما ازود دي هتغير طريقه الفكره دي. طب افرض انا فكرت تفكير عقلاني وخدت قرار عقلاني وتاثر على الايموشنز، هل ده معناه ان القرار ده ما كانش عقلاني؟ مين اللي قال من الاول ان هو
بس هو مش مريحني. بس ما تقدرش تفهم كده وصلت اللي لازم صح؟ لكن هو بيبقى عكس ارادتي ومشاعري واحاسيس فاشكال مش متاح بس هعملها عشان اخليها. اتفضل. بس ده مش هحط شغل
لزق 1+1=2 فاهمة ازاي؟ فهمت الفكرة بقى؟ فانت في الحقيقة اللي بتحصل لازم احمر شوية، لازم احمر شوية. عارف لازم احمر شوية، بس الاحمر بقى من هنا ورايح هيبقى ايه؟ مش غصب عنك، ازاي؟ انا عارف ان ده هيحصل كذا 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 كذا، بس انا لازم اعمل شوية في الحقيقة عشان يحصل كذا كذا، ده مش مهم، مش هاخد 100% من الموضوع. فهي الاحمر من الناس. طيب خلينا نقفل التوبيك ده عشان ناخد البريك. اللي احنا عملناه دلوقتي هم الخطوات بتاعت الايموشن تنزل زي ما السايكس بيقول. اول حاجه قال لك عشان تقدر تفصل ركز مع البادي لانجوج بتاعتك. احاسيسي عامله ازاي؟ احنا سمينا المشاعر صح في الورقه؟ هولد ستيل يعني ايه؟ اقف وفكر. بعدين كريت ديستنس يعني ايه كريت ديستنس؟ اطلع بره الحدث واتفرج عليه وبعدين اعمل ايه؟ فالعلم ده لو كنت وريته لكم الاول ما كانش حد هيستوعب ازاي اعمل دول، لكن لما عملناه في الورق هو ده اللي احنا عملناه في الورق اصلا. تمام؟ وصل؟ وده لما تعمله هيوصلك لاخر صفحه هنتكلم فيها الفرق ما بين ايه؟ السيلف اويرنس والايه؟ وسيلف انفولد. انا جوه الحدث بس مدرك بكل حاجه جوه الحدث. مش سايح جوه الحدث ومش عارف ايه اللي بيحصل. عارفين ده الاساس اللي هو التوهان؟ في جوه الحدث مش عارف فماشي مع الحدث. الحدث يوديني زعل زعل، يوديني فرح افرح. صح؟ لا انا هنا بقى انفولد الحدث جوه الحدث بس في نفس الوقت ايه؟ اوير مدرك نفسي. تمام؟ حلو. سبب دي 3 دخل نقول نص الى 5 ان شاء الله. العصر الساعه 4:30 تمام؟ هل توعدوني ان لو فرضنا خدنا بريك دلوقتي 4 عليا منصب يبقى ده ان شاء الله؟ قول كده. احنا عايزين كوميتمنت، احنا مسؤولين، احنا فوز ولا افكت؟ دلوقتي فيديو افكت ها؟ انا متهيألي يعني لو في اكتر من 35 دقيقة بريك صلاة اعمل اللي انت عايزه ارجوك 4 دقيقة اللي احنا ان شاء الله عشان نكمل ماشي؟ يلا شكرا. كل أكوان. وإن شاء الله السنة دي هيكون معانا تنظيف كيان اسمه
اتش دي فايبر. الكيان ده هيحصل معانا المؤتمر العلمي السابع فصل كليه صيدله جامعه صنعاء بعنوان فارما فايبرز. خليني اشرح لكم مين هم اصلا كانسر فايبرز واتش دي فايبرز. مبدئيا كده احنا في كانسر فايبرز بقالنا 3 سنين في كليه صيدله جامعه صنعاء تابعين هيئه الجوده. فطبعا شايفين ان احنا علينا مهمه كبيره اننا نوعي بيها خصوصا في مرض زي ده زي مرض السرطان اللي اغلبنا ما يعرفش اصلا بيجي ازاي وايه اسبابه وايه علاجه وبيخاف منه جدا. طيب علشان كده احنا بدانا نعمل مجموعه او كمشروع مبدئي يعتمد على معلومات بنجيبها من مصادر موثقه جدا عالميه الناس بتاخد بيها بره وبالتالي نبدا نوصلها لغيرها بشكل بسيط ونقدر نشرحها وكمان نستخدمها في حياتنا. طيب احنا كمشروع كانسر فايبرز لينا رؤيه محدده وهي ان احنا نوصل صوتنا في اكثر من مكان حوالين الجمهوريه كلها ويبقى لينا كيانات مشتركه تساعدنا ونغطي اكبر مكان في الجمهوريه. وده بيتحققه من خلال اول حاجه رسالتنا اللي هي بتمثل حملات التوعية. حملات التوعية دي بننزلها في أكثر من مكان زي الجامعات وزي المستشفيات الحكومية وزي القرى البعيدة اللي الناس أصلاً ما بيوصلهاش دعم طبي خالص. بنروح لهم ونتكلم معاهم واعيين عن المرض ده نعرفهم احنا مين نقدر نساعدهم ازاي ايه التحاليل اللي ممكن يعملوها علشان يقدروا يلاقوا المرض يكتشفوا المرض ده بسهولة وكمان يتغلبوا عليه. وبالتالي احنا كده بنقلل هرم المرض ده حوالينا. كمان حملات الدعم النفسي اللي احنا بنعملها. حملات الدعم النفسي دي بتبقى في مستشفيات اللي هي 57 ومعاهد الاوراق. ليه؟ لان جزء من رسالتنا ان احنا ندعم المرض النفسي ونفهمه ان احنا معاه وان احنا هنساعده يخطي المرحله دي ومهما كانت صعوبتها. كمان المعارض اللي احنا بنعملها على مستوى السيستم بتاعنا المعارض دي بتبقى في الكليه بتاعتنا زي مثلا معرض وانتريزم سيل او بيوسايد. المعرض ده بيتناقش طبق معين خاص بالسرطان بندرسه ككليه من اول تاريخ المرض واسبابه وعلاجه وطرق الوقايه منه شيء من التفصيل. المعرض ده بيبقى عندنا في الكليه ونقدر نتحرك بيه ونتناقش بيه الكليات الثانيه خارج كليتنا سواء في الجامعه الطبي او في القسم الثاني. كمان بنحاول نلعب الصفحه بتاعتنا من خلال الفيديوهات اللي بنمثلها. الفيديوهات دي بتبقى عباره عن مواضيع علميه بسيطه مشروحه بطريقه بحيث ان الطلاب يقدر يفهمها حتى لو هو اصلا مش ميديكال ستودنت ولا له علاقه بمجال الطب بس بالتالي هيقدر يستفيد منها ويفهم ويطبق ده على حياته وبالتالي كده يحقق لها التارجت بتاعنا. ده اغلب الكلام عن مشروع كانسر فايبر. تقدر تدخل على صفحتنا على فيسبوك وتعرفوا احنا مين وايه الانشطه اللي احنا بنعملها. ودلوقتي حضرتكم معايا وخليكم مين هم اتش دي فايبر داخلين معايا في المؤتمر بتاعنا. زي ما بسام اتكلمت عن كانسر فايبرز وهو كيان بيحاز السرطان وكل المحافظات عن طريق المعارض والمؤتمرات والحملات. دلوقتي اتش دي فايبرز هو كيان ما بيختلفش كتير عن كانسر فايبرز بس من حيث المحتوى. اتش دي فايبرز هو كيان يخضع لوحده ضمان الجوده في كليه صيدله جامعه القاهره واللي هدفه ان هو يوعي الناس عن فيروسي ورؤيته المستقبليه اللي بتخلي الدلتا خاليه من فيروسي في حلول 2020. هدفنا هي زياده الوعي عند الناس عن طريق البحث العلمي وده اللي بنقدمه للناس عن طريق الحملات في المدارس والمستشفيات وكمان الجامعات. كمان بنسعى ان نطور من مهارات الاعضاء عن طريق الورك شوبس والسيمينارز والكوميونيكيشن سكيلز. دلوقتي هنتكلم عن شكل نشاطاتنا واللي هي كتب الله بتقدر توصلنا الناس في ارض الواقع وكمان بتجيب لنا المجتمع الطبي. اول حاجه حملاتنا اللي هي وصلت لحوالي 120 حمله واللي قدرنا نوعي فيها اكثر من 30,000 شخص واللي قدرنا نوصل لهم في اماكن كتير جدا مختلفه. كمان قدرنا نعمل معارض كتير جدا هنا في طنطا ومنها معرض ليجا نوفا اللي زرنا فيه حوالي 1000 شخص من طلبه وخريجين ودكاتره حتى طاقم العمل قدر يدخل ويسمع
مصر هيبقى في كمان مسابقات علميه تدل الموضوع ده، هيبقى في فقرات تانيه كتير زي الترفيه والحاجات دي. اهم حاجه الكورس العلميه اللي هيقدمها المحاضرين دكاتره المتخصصين في الموضوع ده. اتمنى ان انتم تشرفونا بالقاعه بتاعنا يوم 2 و3 نفس المكان في قاعه المحاضرات. في النهاية أحب أشكر تاني أسرة معا، وأشكركم على استماعكم لينا، وأسمعوا على الدور. السلام عليكم.